أكثر المديريات دمارا، والوحيدة التي أغلبها تحرر شبرا شبرا، ولا زالت المعارك تدور في أطرافها بين الجيش الوطني من جهة وميليشيات الإنقلاب من جهة أخرى، وأغلب أحيائها أفرغت من السكان بسبب المعارك الطاحنة التي حدثت بمديرية صالة شرق مدينة تعز. مديرية صالة معاناتها استثنائية، فهي إذا كانت تعز تعاني فهي لب المعاناة. مديرية صالة هدمت منازلها بشكل يصل إلى 80% في بعض الأحياء، وحوصر أهلها حصار بشكل مطبق، حصارا من القناصة، حصارا من القذائف العشوائية، حصارا بشكل دائم. نقول للوالد المشير عبد الرب منصور هادي، نحن معك في الدفاع عن الشرعية، ونريد منك دعم جبهات تعز بالمال والسلاح التي تكون كفيلة بتحرير هذه المدينة الصابرة، ونرجو الالتفات إلى أسر الشهداء وأبنائهم من الرعاية للاستمرار على نهج آبائهم. قاتل أبناء مديرية صالة كغيرهم من أبناء محافظة تعز، وضحوا بالدم والمال وصبروا وصمدوا عندما كانت المدينة خالية من السكان والمسؤولين مدنيين وعسكريين. اليوم أتوا بحشودهم للتذكير بما قدموا، ومطالبين من الشرعية والحكومة العمل معهم لاستكمال عملية التحرير وتأمين المناطق المحررة وتثبيت مؤسساتها لتقدم خدماتها ولتستعيد فعاليتها. في هذه المديرية لدينا أكثر من 500 شهيد، أيش نقول لهؤلاء الشهداء؟ أيش نقول لهم؟ أديتم دماءكم، واليوم اللي يعود الحوثة والمتحوثين وأعوان المخلوع ليتبوأوا مؤسسات الدولة، أيش نقول لهؤلاء الشهداء؟ ما رأيكم؟ أيش نقول لأكثر من 3000 جريح؟ أيش نقول لهذه الدماء النازفة؟ بل ماذا نقول اليوم للأبطال الآن في الميدان؟ ماذا نقول لهم؟ أنتم تدوا دماءكم ورؤوسكم والناس يتميدروا عليكم. وكما كان التصدي للميليشيات الكهنوت والانقلاب، فسنتصدى للفاسدين أولئك الذين تعاونوا مع الكهنوت أو الذين خذلوا المديرية والمحررة. ومن هنا فإننا ندعو كل أبناء المديرية إلى رص الصفوف لاستكمال تحرير المديرية والمحافظة، كما ندعو إلى وحدة الصف وتكاتف الأيادي وتضافر الجهود لبناء المديرية في كل المجالات التنموية والخدمية. أغلب هؤلاء كانوا نازحين عن منازلهم وأملاكهم، وبعد التحرير عادوا إليها، لذا خرجوا اليوم يطالبون بمزيد من التأمين في كل المجالات وتحرير ما تبقى من مديريتهم أولا وما تبقى من محافظتهم أيضا. فبحسب قولهم أن الأمن والتحرير هو الضمان لعودة الحياة والاستقرار وعودة ما تبقى من النازحين إلى منازلهم.